مؤثرة جدا في بريطانيا، قالت مقترحات مهمة جدا أنا بعتقد أن العالم كله لازم يستمع ليها، أنه لازم نعمل ضرائب على السكر، والضرائب على السكر دي لازم تشمل حلويات وتشمل كمان الميلك تشيك زي ما هي موجودة على المشروبات الغازية. ممنوع، هم أقروا أو قالوا أنه ممنوع الإعلانات التلفزيونية الخاصة بالوجبات السريعة، ويوزعوا فاكهة وخضروات خضرة مجانا على الطلبة، ويخلوا أقرب محل اللي أي مدرسة بيبيع وجبات سريعة لا يقترب عن 160 متر، ولازم يعملوا منع لوجود شخصيات ورسوم متحركة بتستخدم أي منتجات غير صحية بالنسبة للأطفال زي الشوكولاتة زي رقائق البطاطس زي المشروبات الغازية. كلام مهم جدا، لأنه زي ما بتقول أو زي ما قال الـ NHS، والـ NHS دي هيئة الخدمة الصحية البريطانية، أنه السجائر وإن كانت خطر رهيب على الصحة إلا أنه السمنة أصبحت هي التدخين الجديد بكل، ويمكن أخطر من التدخين، لأن التدخين ما بيعملش 42 مرض أو 54 مرض، السمنة بتعمل 54 مرض. التدخين مش هيخليك معقد نفسيا أو مكتئب، ممكن ما يعملش كده التدخين، التدخين يضرك يعمل كانسر في الرئة وبتاع، لكن السمنة تعمل اكتئاب وتخليك منعزل وتخليك غير مقبول اجتماعيا. التدخين ممكن جدا يعوقك في أشياء معينة في الحياة، لكن مش هيخليك وانت متقدم لشركة كبيرة يمنعوك، ما انت هتخبي. لكن السمنة ممكن جدا وانت بتقدم في شركة كبيرة ترفض عشان خاطر وزنك الزيادة قوي. النهاردة حوار مثير ومهم جدا، وفي منطقة تشترك فيها زي ما بيقولوا قرين الشر السمنة والسكر، لازم نقف قدام هؤلاء القرناء. مش قرين الشر بس، ده مجموعة، ده عصابة يا عم. والنهاردة أكيد ضيفي العزيز هيتصدى لهذه العصابة بآراء جديدة ومهمة جدا في عالم جراحة السمنة. ضيفي العزيز القيمة الجراحية المتميزة والاسم الكبير في عالم الجراحة بلا شك، ضيفي العزيز الأكاديمي الرائع أستاذنا الأستاذ دكتور ياسر عبد الرحيم، أستاذ جراحة السمنة والسكر والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس، أستاذ بقسم جراحة السمنة والسكر بكلية الطب جامعة عين شمس، عضو الاتحاد العالمي لجراحات السمنة الإفسو، وعضو الجمعية المصرية لجراحات السمنة. منورنا دكتور ياسر بيه. أهلا دكتور أيمن، وسعيد جدا بهذه الزيارة. ربنا يخليك فندم، أهلا وسهلا بحضرتك. أنا عايز أسمع تقييمك على الآراء دي. ده كلام مظبوط جدا، إن النهاردة السمنة والسكر هو وباء يجتاح العالم، وباء عالمي يجتاح العالم. والنهاردة نقدر نقول إن السمنة والسكر ما كانش لهم علاج فتاك زي ما ربنا سبحانه وتعالى دلوقتي رزقنا بالعمليات. نقدر نقول إن العيان لو وزنه عدى 30 كيلو فوق الطبيعي، بدل ما نقول بقى كتلة جسم وحاجات معقدة للناس، بيبقى صعب جدا الرجوع بالأنظمة الغذائية والرياضة. ولكن طبعا ده بتكلم 30 كيلو، انا بيجي لي ناس، انا عملت ناس 285 كيلو و300 كيلو، فالعيان مثلا لو طوله 170 ووزنه المثالي 70 مثلا، لكن لو وصل ل 100 صعب جدا ان هو يرجع بالانظمه الغذائيه. الانظمه الغذائيه عيب ايه يا دكتور ايمن؟ ان العيان لما بيجي يخس بيخس بصعوبه جدا، فينزل له 3 4 كيلو بعد مثلا معاناه لمده شهر، العيان يبتدي يقاس يزيد له 5 6 كيلو، يبتدي بقى يزيد وبعدين ينزل 3 كيلو وبعدين يزيد 5 كيلو وينزل 2 كيلو ويزيد 7 كيلو. المشكلة إن الأنظمة الغذائية المتعاقبة بتقلل الحرق جدا جدا جدا. رقم 2، لما بتيجي تخس بتخس دهون وعضلات، ولما تيجي تزيد تزود دهون فقط، تخس دهون وعضلات وتزيد دهون فقط، عشان كده بيتحول المريض إلى كتلة دهنية ملتهبة غير قادرة على الحرق. كتلة دهنية ملتهبة غير قادرة على الحرق، ويبتدي بقى يفقد. يقول لك أنا كنت بعمل الزمان النظام الغذائي شهر أنزل بيه 5 كيلو، بعد كده بقى 2 كيلو، بعد كده بقى كيلو، دلوقتي ولا كيلو، لأنه تحول إلى كتلة دهنية غير قادرة على الحرق. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى من فضله علينا من علينا بحاجة اسمها عمليات جراحات السكر والسمنة. هي جراحات
تشفي من السكر والسمن. النهارده بنقول شفاء من السكر والسمن، بالذات السكر من النوع الثاني طبعا. بتحسن الاول اذا كان في زياده في الوزن. ايوه، النوع الاول من السكر اللي بيجي في الاولاد الصغيرين بتحسنه، ويبقى غالبا بيبقى نوع وراثي والبنكرياس تعبان وغالبا وزنهم قليل، فده غير قابل للجراحات. لكن اذا في نوع منه مثلا كان الولد عدى 13 سنه وكان عنده وزن زياده فوق ال 20 كيلو او ازيد، ممكن يتحسن، لكن لا شفاء فيه. بنقول للمريض لا نعدك بشفاء، لكن يقلل جرعات الانسولين، ممكن يقلب الى اقراص، يحسن المشاكل بتاع السكر. لكن السكر من النوع الثاني كل ما كان مصحوبا بسمنه، بنقول انت بتتكلم في شفاء. في فرق بانك انت عندك سكر وبتاخد له علاج، وانك لم تعد مريض سكر، انت لم تصبح مريض، انت ما عندكش سكر وبالارقام. فاهم قصدي ازاي؟ فطبعا نقدر نقول النهارده السكر من النوع الثاني المصحوب بسمنه، والسمنه المفرطه ربنا سبحانه وتعالى ادها عمليات جراحيه، وهذه ليست عمليات جراحيه، عمليات بالمنظار دون فتح بطن. عمليات النهارده عم بيقعد في المستشفى 24 ساعه او اقل، تعتبر حاجه اسمها ديكيس سيرجي، جراحه يوميه، جراحه يوم واحد، بنسب امان تصل ل 99.5%. ان النهارده الحمد لله عندنا في مصر، ويمكن في جامعه عين شمس اللي انا بنتمي لها وبحترمها وبدين لها بالولاء، هي اول جامعه في مصر انشات قسم لجراحات السكر والسمنه، وعندنا فيه جراحين من اعتى جراح السكر والسمنه في مصر. يعني اكاد اقول لك ان الاسم بتاعنا في جامعه عين شمس هو مجموعه من العلماء الاجلاء عملوا قسم لجراحات السكر والسمنه لخدمه المرضى، وده شرف ليا ان انا انتمي لهذا القسم العظيم. بلا شك اقوى قسم جراحه سمنه في الشرق الاوسط. طب ما فيش كلام، وبقول لحضرتك وعندنا الاسامي اللي موجوده في القسم يا علماء. انا بتكلم على الشرق الاوسط فعلا. بالظبط. يعني احنا نتفوق، يعني اعتقد ان القسم يتفوق على تركيا، يتفوق على كل دول موجوده في البحر الابيض المتوسط. بالزبط. تقريبا يعني. بالظبط كده. فنقدر نقول بقى في سلاح فتاك اسمه جراحات السكر والسمن. يبقى النهارده نقدر العين اللي عنده سمنه، عين كان وزنه 200 كيلو، ده دايت ايه اللي هيعمله او نظام غذائي ايه؟ عين عنده سكر من النوع الثاني مصحوبا بسمنه وزنه 180 كيلو، انسى ان الموضوع ده كان يخف. النهارده ربنا سبحانه وتعالى ادانا هذه العمليات وبنسب امان تصل ل 99.5%. اصبح عندنا دلوقتي المستشفيات المجهزه 100%. التخدير عندنا اساتذه التخدير دلوقتي على اعلى مستوى، التقدم في ادويه التخدير يا دكتور ايمن. بقول لحضرتك كان العيان زمان سمنه المفروض يساوي رعايه مركزه بعد العمليه، انا بقول لحضرتك يكاد يكون بقالي سنتين ما فيش عيان دخلناه رعايه مركزه. عندنا النهارده في انبول كده حاجه اسمها الاسميرون والبريديون، لها قصص كده، العيان بيفوق بعد بيخلص العمليه، هو العيان مشكلته مش عارف ياخد نفسه، وفي مرضى كتير بيحجم ان هو يعمل عمليه خوفا من التخدير. لا، النهارده بنقول لحضرتك عندنا في انبول كده بيخلي العيان يصحى بعد العمليه بثلاث دقائق، بيصحى اون سبوت في ثانيه، العيان اتبنج تديله الريفيرس او يعني اللي هو العاكس للبنج بتاعه، تلاقي العيان قايم فيا بعد العمليه بدقيقتين، بيكلمك بعد العمليه بدقيقتين بتقول له الحمد لله على السلامه ولسه ما خرجتش من اوضه العمليات، بيقول لك الله يسلمك انا كده خلصت كده. التقدم في المستشفيات، التقدم في دكاتره التخدير، يعني يبقى عايز اعيدها 100 مره. نيجي بعد كده الدباسات الجراحيه والالات اللي بنسلك بيها، وحاجه رهيبه يعني الدباسات الجراحيه النهارده بنقول اللي هي العمليه، احنا بنعمل ثلاث فتحات او اربعه صغيرين، بندخل منهم دباسات امريكيه متقدمه بتقفل المعده بثلاث صفوف دبابيس، تصل بنسبه 99% او 99 وشويه. لو بصينا كده على الصوره دي يا دكتور ايمن، هي دي السر وراء كل عمليات السكر والسمنه، الدباسه دي لو تلاحظ فيه خط اسود طويل كده في النص، الخط الاسود الطويل ده عباره عن ايه؟ دي السكينه اللي بتقص المعده، وهنقول دلوقتي هندي هنت او يعني فكره عن العمليات، هنقول بنعمل ايه. السكينه اللي بتقص المعده نايمه، بص يمينها وشمال الخط الاسود الطويل في ثلاث صفوف يمين وثلاث صفوف شمال، فالدبابيس دي اصبحت بتقفل المعده بثلاث صفوف يمين وثلاث صفوف شمال. البعبع بتاع الناس كانوا يخافوا من حاجه اسمها نزيف وتسريب، بعد ما تقص المعده دبوس يفك من مكانه فيحصل نزيف او يحصل الاكل يخرج من المعده يعمل تسريب. النهارده بقت ثلاث صفوف، لو دبوس فك ورا الثاني فك الثاني ورا الثالث. طبعا ده ثالث اهم اختراع في القرن العشرين اللي هي الدباسات الجراحيه.
وبنستخدم في مصر الدباسات الامريكي الحديثه لاحدث دباسات في العالم. فاصبح النهارده المستشفيات مؤمنه، التخدير على اعلى مستوى، الدباسات الجراحيه على اعلى مستوى، والجراحين بقى حدث ولا حرج. عندنا في مصر يعني 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 كم من جراح السمنه العظماء المتمرسين يعني حدث ولا حرج الحقيقه يعني. فالحمد لله ده من دواعي فخرنا في مصر، هيبقى دوله دلوقتي على الخريطه العالميه لجراحات السكر والسمنه. فحقيقه يعني 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 دي بشرى للمرضى، انت النهارده عندك سمنه، عندك سكر، تقدر تخف منه، والعمليات بقت سهله وميسوره، وحتى اسعارها بقت احسن كثيرا من زمان. فيعني ربنا يكرم. تكميم المعده كمان في تطوير، مش تطوير، عوامل الامان زادت حوله، لازم نقترب من التكميم عشان نفهمه، نفهم العيان المناسب له مين. وهي فاجئتنا برضو عمليه التكميم، بحس دايما انها عمليه يعني نقدر نقول كده مرنه جدا في التعامل مع حالات السمنه، هي نفسها فيها مرونه. بالظبط كده. بص يا دكتور ايمن، عمليه تكميم المعده احنا هنتكلم عليها بعد شويه، هي تناسب المرضى اللي عندهم وزن زائد زي ما احنا قلنا 20 او 30 كيلو ازيد من الطبيعي. في نفس الوقت المريض ده ما يفضلش انه يكون عنده ارتجاع في المريء، لان المعده لما انت بتصغرها الضغط جواها بيزيد شويه، فممكن تزود الارتجاع شويه. الحقيقه المرضى اللي هم ما عندهمش ارتجاع في المريء وما يكونش ناهم في اكل السكريات، دول اهم اتنين مرضى ينفع تعمل لهم عمليه تكميم. وتنفع لمريض السكر اللي عنده سمنه مفرطه ووظائف البنكرياس عنده كويسه فوق التلاته، في حاجه اسمها السي بيبتايد، في حاجه اسمها السي بيبتايد، دي ماده بتطلع من البنكرياس، لو هي فوق التلاته يبقى معناه ان العيان البنكرياس بتاعه كويس، بس مشكلته هي السمنه هي اللي عامله له السكر، فالعيان لو خس سكره يختفي. فدايما اقول اعملها للمرضى اللي هم عندهم سمنه، المرضى اللي ما عندوش ارتجاع في المريء، اهم شرط ما يكونش ناهم في اكل السكريات، والحاجه الاخيره ان هذا المريض يبقى عيان طيع، لان هقول لحضرتك التكميم لها طريقه للمحافظه عليها، يبقى لازم ما يكونش عنده ارتجاع، ما يكونش مدمن سكريات، ولو مريض سكر لازم يكون السي بيبتايد اللي هي الماده اللي بتطلع بالبنكرياس بتقيس وظائف البنكرياس تكون اعلى من 3. دي الخيار. التكميم هي عمليه بتاخد في اوضه العمليات تلت ساعه لنص ساعه تقريبا. الفكره دي المعده بتاعتنا، بندخل جواها مقاس معين، شايف المقاس اللي دخل ده؟ البوجي. البوجي بالظبط كده، وبنقص عليه، لان الجراح السمنه الشاطر لازم يكون فنان، انت ممكن تصغر او تشيل. ده البطرون اللي بيسموه البطرون. بالظبط كده. يعني بالظبط. يعني في اللبس في حاجه اسمها البطرون. بالظبط كده. بالظبط. فانت ممكن تشيل 80% 85 70% حسب تخن ورفع المريض. ودخلت الدباسه، ايوه نثبت الصوره دي. لو تلاحظ بقى احنا شلنا الجزء اللي شلناه على اليمين ده، والجزء اللي اتساب اللي هو جواه البوجي او اللي جواه الانبوبه ده. هذه العمليه بتعمل ايه يا دكتور ايمن؟ سهله جدا، هي بتعمل ثلاث حاجات رئيسيه. الجزء اللي شلناه ده بيقلل حجم المعده من 2.5 و3 لتر اكل الى 50 سنتي اكل، من 50 ل 150 سنتي اكل. رقم 2 هرمون الجوع اللي اسمه جريلين بيطلع من الجزء ده من المعده لما بيتشال معايا. هرمون الجوع ده بيقول لك المعده بيت الداء، انا في رايي الجريلين هو الداء. ايه الجريلين ده؟ هرمون لما انت بتشيله بيقلل حاسه الجوع جدا. ضغط العام بيقول لك يا دكتور ياسر شخصيتي اتغيرت، انا شخصيتي اتغيرت، نهمي على الاكل، التفاصيل اللي كنت فيها قلت جدا، بيزود الحرق 10 اضعاف، بيقلل مقاومه الانسولين، بيخلي البنكرياس يفوق ويشتغل، وبيقلل التراكمات الدهنيه جوه الجسم. فالجزء اللي شلناه ده بيقلل هرمون الجوع، بيقلل كميه الاكل، بتاكل في الجزء الصغير من المعده كميه اكل بسيطه، تحس بالشبع بسهوله جدا جدا جدا. المهم انت مش هتعيش على، يقول لك وانا اعيش يا دكتور طول عمر على دايت، لا، انت هتبقى راضي عن كميه الاكل اللي بتخش لك. طيب في ناس يقول لك ايه التكميم؟ مرضى كتير ومش عايز اعمل تكميم. اقول له ليه يا استاذي؟ يقول لي اصل التكميم الناس عملتها ورجعت. بص بقى يا دكتور ايمن، اهم حته اقولها في حلقه النهارده، التكميم هل هي عملية مؤقتة نزول الوزن تخس تبقى رشيق وجميل وزي القمر وبعد كده ترجع تزيد في خلال السنوات القادمة، ولا بتفضل رشيق طول عمرك حسب ما انت عايز؟ انا دايما اقول المرضى تديني وعدين، تديهم لي اعمل لك التكميم وهتحافظ عليها طول العمر وما تضحكش عليا،
ده الوعدين دول لصالحك. الوعد الاول ان انا اكل سكريات بصوره معتدله، عشان كده لو العيان قال لي انا ناهم في السكريات ما بعملهالوش اصلا. رقم اتنين اول ما اشبع اوقف، لان انا لو حشرت الاكل، لو لغيت زياده، لو حشرت الاكل زياده هتوسع المعده مع الوقت. يبقى انت المفروض ايه؟ احنا اول ما نشبع نقف. رقم اتنين ناكل سكريات بصوره معتدله تفضل معاك طول العمر. وعايز اوريك صوره جميله هنا لحكايه الشبع قبل وبعد التكميم. احنا عملنا تجربه، بص بقى يا دكتور ايمن التجربه الجميله دي المعده الطبيعيه. لقينا عشان توصل لمرحله الشبع ان المعده تتملي لازم اخد الست معايير اكل دول احطهم جوه المعده. الصوره اللي بعدها كده انت شبعت، المعده اتملت، اللون الازرق كان في الكوبايات بقى في جوه المعده، انت كده شبعت، وصلت لمرحله الحمد لله او مغسل ايدي انا شبعت. بص التكميم بقى ايه اللي بيحصل. بص بقى المعده اللي كانت بتتملي بست كوبايات بقت تتملي بنص كوبايه اكل. الصوره اللي بعدها هتلاقي نص كوبايه مليتها، فانت وصلت لنفس الاحساس بنص كوبايه بدل بست كوبايات. هي دي جمال التكميم. انت بقى تفضل طول عمرك على المعيار ده. انا جايب عندي المعيار ده في العياده موريه المرضى وخليهم يصوروه، تمشي على المعيار ده تعيش معاك طول العمر وسكرك ما يرجعش تاني اذا انت حافظت عليها. يبقى العيان لما بيرجع يتخن بعد التكميم دي مشكلتك انت، ما حافظتش على العمليه، انت بتلغي سكريات. بتلغي سكريات امتى؟ يا اما الجراح اختارك غلط انك اخذ سكريات، او انت خبيت عليه او اكتسبتها فيما بعد. هو الاكل على فكره، يعني فكره ان انا مثلا عايز اكل محشي، طيب ماشي ما تاكل، بس هتاكل ايه؟ ما تاكل صابع. ايوه خلاص. لا انا هاكل 20 صابع ليه؟ ما هم نفس الطعم. أيوة. واللي موجود في الاثنين هو الموجود في الباقي. بتساعده العمليه في ايه بقى يا دكتور ايمن؟ مين بقى اللي عايز بدل ما تاكل صباعين محشي تاكل 20؟ المجرم اللي بيوسوس لك، الشيطان هو الجريلين. هرمون الجريلين اللي احنا شلناهولك. والله هو شيطان حقيقي. ايوه لا ده شيطان حقيقي. ايوه شيطان حقيقي. الجريلين ده هو الشيطان. لا لا الشيطان حقيقي. أيوة فعلا. ايوه بدل ما تاكل صباعين تاكل 20 صباع. احنا ما بنشيل الجريلين بتحس زي ما يكون كان في عفريت لابسك ومشي، اللي هو الجريلين هرمون. طبعا بيطلع الجريلين من بقيه المعده ومن الامعاء لكن بكميه اقل، لان معظم الجريلين بيطلع من الجزء اللي شلناه من المعده. وعشان كده تلاقي العيان بعدها يقول لك يا دكتور ياسر انا بقيت شخص يعني شخص مختلف. وبعدين بص دكتور ايمن بقى، انا دايما اقول لمرضايا جمله يعني ما اعرفش هتعجب حضرتك ولا، اقول لهم ايه؟ لو انت قاعده مع واحده صاحبتك او مع واحد صاحبك، انا عايزك تفهم الامريكان قالوا جمله جميله، قال لك ان الجراح الشاطر اللي بعد عمليه السمنه انك تغير شخصيه المريض، نمط حياه المريض. فدايما انا عندي قصه مشهوره اقولها لمرضايا في العياده، لو انت قاعده مع واحده صاحبتك او قاعد مع واحد صاحبك بيقول لك ايه؟ انا يا اخي بحب اكل على قد نفسي، اول ما اشبع لازم اوقف، واكلي معظمه خضروات طازجه، فواكه قليله السعرات، بروتينات ما بكترش فيها وتبقى مشويه او مسلوقه بطريقه صحيه، بشرب كميه سوائل مهوله 3-4 لتر سوائل قليله السعرات، ميه ينسون، نعناع، كراويه، حلبه، كركديه، شرب حليب خالي الدسم، الحاجات دي بشرب كميه اوبن، لازم بنام بالليل 6-8 ساعات، ولازم بمشي كل يوم نص ساعه ومره في الاسبوع اكتر من ساعه، وبروح الجيم مرتين في الاسبوع، وبلعب حديد مرتين ثلاثه في الشهر. قلت لها قولي لي يا استاذه، واحد صاحبتي قالت لي دي شخصيه مثاليه. ايوه وما بدخنش، نسيت كنت اقول دي وما بدخنش. لو انا بقول بنام بالليل 8 ساعات، بشرب 3-4 لتر سوائل، اكلي عباره عن خضروات وفواكه قليله السعرات وما قل من البروتين، وما بدخنش، وبروح الجيم وبمشي كل يوم وبلعب حديد، هتقول انت شخص مثالي. لو انا كجراح مش مجرد ان قصيت لك المعده، قدرت اغيرك كشخص، عشان كده بعتبر مريضي صديقي، احنا غيرتك كشخصيه بقيت بالمنظر اللي انا بقوله ده، يبقى انا عملت اللي ربنا قدرني عليه. بعد العلم نسمع التخريف. تخريف ابو العريف، عارف انت ابو العريف؟ طبعا حبيبي. حبيبك. ابو العريف هيخرف وهيقول ايه؟ والفتي في جراحات السمنه على فكره كتير جدا وموجود وبشوفه في كل حته على السوشيال ميديا وبشوفه بين الناس. تعالوا نسمع ابو العريف هيقول ايه. يا باشا طنط اكرام بتشتكي لي من عم خيري، تذكر سعادتك ان عمه خيري جوز طنط اكرام بيشتغل بقاله فتره في بلد عربي شقيق. طنط اكرام قالت له ابعت لي فلوس عشان هنعمل لليليان جراحه سمنه مفرطه،
عم خيري قال لها جراحة إيه؟ هبعتلك كبسولات التنحيف، دي أحسن حاجة بديلة للجراحة. طنط إكرام بتقولي شوف الراجل بنصرف في الفاضي والمليان وجاي على عملية ليليان وعاوز يوفر. قلت لها يا طنط ابعتيلي صور الكبسولات. بعتتها لي، عملت سيرش لقيتها غالية، العلبة الواحدة بمئات الدولارات. يا طنط إكرام انت ظلم الراجل، حبوب التنحيف مدام جاية من بره وغالية تبقى هايلة وفعالة، ويبقى هو قاصد المصلحة عشان بنتكم على وش جواز ما ينفع لهاش جراحة. ألوه يا عم خيري ابعت الكبسولات. اهو ده مش الفتي بقى، ده اللي هو اقول ايه، ده العبط. لا يا باشا مش عبط، ده جريمة مكتملة الأركان ويجب القبض على أبو العريف. الحقيقة أنا ما أعرفوش هو كشخص مين، ويقول لك كنا قبضنا عليه بعد الحلقة أو بلغنا عليه، فأقرب اسم شرطة جنب الاستوديو هنا. مفيش كبسولات تعالج السمنة المفرطة يا دكتور أيمن؟ كمان في حاجة تانية، لأن السمنة وباء عالمي فبينشأ في كل مكان في العالم، حتى في ناس اسمها مستغلي الكوارث. في حاجه اسمها كده. اي كارثه في العالم في ناس بتستغلها، اي مصيبه في العالم ناس بتستغلها، بيستغلوا يا عيني الناس. كورونا لما حصلت الناس باعت الكمامات، في ناس باعت كمامات، والدوله تصدت لده باسعار عاليه. بالظبط كده. بالظبط. والكحوليات، ازازه الكحول كانت بتتباع بكذا. بالظبط. فنقدر نقول بيبتدوا بقى يجيبوا حاجات غير مرخصه، غير مصرح بالاستخدامها في اي حته في العالم، ويبتدوا يعني يدوها للناس عديت الحل السحري والبديل للعمليه، ويستنزف فلوسه. الكرسي ب 2000 جنيه، الكرسي ب 3000 جنيه، الكرسي ب 5000 جنيه، فيبدو انه ارخص من العمليه الى حد ما. لكن طبعا ده كلام كله غير مصرح بيه، ما كانش حد غلب ان اخد كبسوله واخس الوزن، لا ما فيش حاجه اسمها الكلام ده. وللاسف الشديد ان في بعض القنوات اللي هي بتعلن عن هذه الحاجات، طالما اللي هو المعلن عنها هيدفع، ولكن لازم في ميثاق الشرف الاعلامي الحاجات ديت لازم تتراجع قبل ما نعلن عليها ويبقوا الناس ضحيه لها. شرفتنا ونورتنا وابدعت كالعاده. ربنا يخليك دكتور ايمن. وبعدين برضو اخر حاجه لازم نؤكد انه الحمله القوميه مستمره. بالظبط. الحملة القومية اللي احنا بنعمل عمليات بسعر مناسب لكل الناس، الحمد لله ربنا قدرنا وبنستمر فيها عشان حتى لا تكون العمليات باهظة الثمن او غالية على الناس. ربنا يكرم ان شاء الله. نورتنا وشرفتنا. متشكر يا فندم. ضيف العزيز القيمة العلمية المتميزة الاستاذ دكتور ياسر عبد الرحيم، استاذ جراحات السمنة والسكر وجراحات المناظير بكلية الطب بجامعة عين شمس، الاستاذ بقسم جراحات السمنه بكليه الطب جامعه عين شمس، وعضو التحدي العلمي لجراحات السمنه افسو، وعضو الجمعيه المصريه لجراحات السمنه، كان ضيفي في واحده من حلقاتنا الراقيه جدا لتدور حول الصالح الهام جدا لمريض السمنه، الصالح له المناسب له انه ينقذ نفسه في اقرب فرصه. السمنه شبح قاتل، مش شبح، واقول ان هو مجرم قاتل، و في أي لحظة هيغدر بمريض السمنة، في أي لحظة. فخلي بالك وخليك مع الناس العادية. الدكتور عايز أحسن نتيجة، لما هو بيصر على حاجات معينة ممكن النتيجة ما تطلعش حلو. واضح إن فيه ممثلات أخطأنا في مصر في صناعة السمنة، ده واضح. يبقى إذن المريض اللي يقول الفينيرز ما بتعيش، حاجة من الاثنين، يا إما بيتعامل معاها معاملة غير عادية، يا إما الفينير ده محطوط مش في مكانه الصح.